عايز اسالك يعني انت برضو عندك مسلسل برضو في نفس السيزون جودر، جودر وجودر شخصيه مختلفه تماما، ففي يعني فكره انك تجمع. انا فاكره كويس قوي كان الاستاذ احمد زكي يقول انا فضلت عايش في الشخصيه يعني داخلاني ومتمسكه بيا مش عارف اطلع منها لمده شهرين ثلاثه. استاذ محمود عبد العزيز نفس الحكايه في الكتكات، انت ازاي عرفت تخرج ما بين الاثنين في, 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 في لا اخفيك سرا ان الموضوع كان مضيق جدا. انا أكيد. لو كنت مضيق مصطفى درغان قبل جودر كان ممكن ما وافقش على كده. انا كنت ماضي جودر قبل صيد العقارب وصورت قبل صيد العقارب. وهقول لك على سر يمكن ما حدش يعرفه، انا مش نعرف. انا مش المرشح الاول لدور مصطفى بجد. انا كانوا عايزيني صيد العقارب في دور تاني خالص. مش هينفع اقول طبعا دور ايه لان كان في زميل عليه طبعا. فكان ينفع ان انا اجمع ما بين الدورين. وبعد ما اتفقنا على دور معين فجاه لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي انت مصطفى. حصل ابديت وعملنا لك ابجريد في الموضوع واحنا شايفين ان انت مصطفى وهنجيب حد تاني يعمل الدور ده. فبقيت قاعد في حيز بيس. طبعا اعتذر عن جودر، ما انا صورت، طب اركز مع مصطفى. طب كان موضوع مرهق شويه بس ربنا كريم. يعني ايه، كان الواحد بيحاول الحمد لله ان كانت ايام جودر بعيده تماما عن ايام صيد العقارب. وانا كنت متفق مع المخرج المنفذ هنا والمخرج المنفذ هنا اللي هو ارجوكم خليكم بعيد عن بعض، ما تحاولوش يعني تضموا اوردرين في يوم واحد. احيانا بيحصل لما تبقى ممثل شغال في عملين أكيد. يبقى الصبح هنا وبالليل هنا. هنا انا ما عملتش ده اطلاقا ما بين جودر وصيد العقارب، كنت رافضه. حلو قوي. كلمني عن رد فعل الناس. اكيد رد فعل الناس بالنسبه لمصطفى درغام تحديدا عمل لك خضه، اتخضيت صح ولا ايه؟ اتخضيت جدا وفرحت جدا بس انا من النوع الرخم شويه مع نفسي. يعني انا بحب افرح للليمت. اوكي فرحت ليه؟ لعده اسباب. اولا الفرحه الزايده هتخليني ما اجتهدش وانا لسه قدامي مشوار طويل. ولا خايف تبقى مغرور وتنك وده والغرور يتملكك؟ وبقفل باب غرور طبعا طبعا، لازم يعني ده رقم واحد اساسا. انا بحب اقفل باب الغرور. ده رقم واحد. رقم اتنين انا مش عايز اقعد فرحان وانسى ان انا لسه عندي مشوار. صحيح. تمام خلاص عملت مصطفى درغام ونجحت. اللي بعده يا فرحتي. طب ما هو كده المسؤوليه بقت صعبه عليك يا محمد. هو ده بقى اللي انا بفكر اللي جاي. انا دايما بحط انا فيا العاده دي من زمان الحمد لله يا رب دايما نعمه. انا لما بوصل لنقطه اول ما بوصل بحمد ربنا عليها جدا وافرح بيها شويه صغيره وبعدين اقول النقطه الثانيه فين. انا المفروض امشي فين دلوقتي.